علاج امل المفاصل خويا كتجيب حب الرشاد شويه حب الرشاد شويه كمون شويه ملحه شويه بزار تدقهم مزيان تشربهم غدا الصباح وفي الليل تشرب فلفله حاره تدق الفلفله الحاره تشربها وحده الصباح ثاني الغد ليه تشرب الفلفله حاره ما تشرب حتى شي حاجه الا بقيتي عايش عاجي يطرح عندنا سؤال ثاني نجيب يلا تسناوني نمشي نجيب واش قالوا لك العشاب وراقي الشرعي امير غادي ما يعطينا وجه الوصفه اللي عطيتك يا خويا غيحيد منك داء المفاصل ما غاديش باقي تدافو داء المفاصل غادي تجيك الكلوه والمعده وبالتالي غتولي تضرك الكلوه وغتنسى المفاصل شي الحل غادي تنسى المفاصل وتولي تضرك الكلوه فهمتي من كثرت ما غتضرك الكلوه بهذاك الشيء غتولي تنسى المفاصل فهمتي ما بقاش تدافو المفاصل زين هادي تالي ديال داء المفاصل خويا راه انا ما تنديرش هنا الاجابه انا خويا سميتو داك خونا داك تضل تفرج فيه الوالده سميتو دكتور اش دكتور مشات ليا سميتو الصراحه الله ما بقيتش عاقل على سميتو دابا الصوت مزيان الفايد خويا راه انا ماشي الفايد دكتور الفايد دابا مزيان الصوت مزيان كاع مواتكم تتفرجوا في علاج الحساب اش من التازي انت التازي راه تيدير تجميل